رجعنا مع حضراتكم واحدث صفقات النادي الاهلي الشتويه بواليا، طبعا نجم السابق لنادي الجونه وان شاء الله النجم القادم للنادي الاهلي، بنرحب بيه مره ثانيه. عايز اساله عن ردود افعال اسرته على المستوى الصغير بانتقاله النادي الاهلي، وردود الافعال على مستوى السوشيال ميديا والصحافه في زامبيا بانضمامه للنادي الاهلي. اسمح لي ان ابدا من عائلتي، انهم في غايه السعاده حين يعني راوا اني اقوم بمثل هذه الخطوه الكبيره في مستقبلي والانضمام الى هذا الفريق الكبير، وكذلك بالنسبه لمحبي الكره في زامبيا ولمتابعيني، هم كلهم يعني عن ما تلقيته منهم، يعني استقبلت اكثر من مليون رساله وكلهم يعبرون عن فرحهم وفخرهم بانضمامي للاهلي.